تاب عليه وأصبح يصلي وأصبح مرتاب عليها يعني تاب عليه وأصبح يصلي طبعاً الصلاة وقت الفترة اللي ما كان يصلي هل يجوز له قراءها تقديراً يعني مثلاً سنتين ما صلىش يقضي مع كل وقت وقت أنساب يجوز له مثل هذه الصلاة لا يمكن قضاؤها وهذا من الأوهام التي يعيش عليها كثير من الشباب التائب ربنا عز وجل كما يعلم كل مسلم قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا معنى موقوتا أي موقت الأول والآخر وأوقات الصلوات الخمس معروفة عند عامة المسلمين فالذي يصلي الصلاة بعد وقتها عامدا متعمدا كالذي يصليها قبل وقتها ولا فرق أبدا لأنه في كل من الحالتين صلى الصلاة في غير وقتها فأدمت قبل الوقت أو أخرت بعد الوقت مثل ما رواه التركي همشي برابط ما في فرق أبدا هو الفرق جاء من خطأ بعض أهل العلم قديما وجدوا هناك فرق بين الإتيان بالصلاة قبل وقتها وبين الإتيان بالصلاة بعد وقتها وجدوا فرق في بعض الصور فقاسوا عليها صورا أخرى هذا البعض هو الذي نص عليه الرسول عليه السلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لا إلا من نسي صلاة من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك رفع عن أمتي الخطأ والنسيان كما قلنا في الحديث رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق هذا النائم القلم مرفوع عنه فإذن الآن ترتب الحكم الشرعي بالنسبة له كذلك مثل الناشي تماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا هذا الأصل بني عليه ذلك الخطأ هذا الأصل معناها في هناك وقت إضافي للوقت الأصلي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نام خرج وقت الصلاة نشي خرج وقت الصلاة ما قال له الشارع لا ما عليه صلاة قال له صليها حين تذكرها قال بعضهم سابقا وعليه اليوم جماهير الناس مشايخ ومن دونهم قالوا إذا كان المعذور أمر بقضاء الصلاة فغير المعذور من باب أولى يؤمر بقضاء الصلاة مغالطة عجيبة المعذور أمر بقضاء الصلاة رحمة به لأنه غير قاصد معصية ربه أما اللي كان ملتهي بتجارته له ولعبه إلى آخره هذا ما يستحق هذه الرحمة فكيف يقال
يقاس المتعمد على المخطئ. مثاله مثال قاتل العمد وقاتل الخطأ، هل يقاس هذا على الله؟ شتان ما بينهما. مع ذلك هذا الحديث فيه عبارة بتسد الطريق على أولئك المتأولين تأويلا خطأ، فليصلي حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا واحد مثل ما سأل أخونا آنفا ما فعل صلاة الفجر إلا بعد صلاة الشمس، شو قال؟ قال هي هي الصلاة فاتت، وهلأ أنا بدي روح الوظيفة بدي الحق الدوام الرسمي، صليها بعدين، راحت عليه. ليه؟ لأن الرسول عم يقول لا كفارة لها إلا أن يصليها حين يذكرها. شو معنى حين؟ وقت، أي أن الله عز وجل رحمة بهذا النائم أو الناسي مدد لهم الوقت المعروف إلى وقت الاستيقاظ وإلى وقت التذكر، لكن قال لهم انتبهوا إذا ما صليت بهذا الوقت الإضافي لا كفارة لا إلا ذلك. لذلك نحن نقول أي مسلم ابتلي برهة من دهره بإضاعة الصلوات عن أوقاتها المشروعة لا بعذر النوم والنسيان، وإنما باللهو عن طاعة الله بالدنيا، هذا أولا عليه التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحة. والتوبة النصوحة هو الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإكثار من الطاعات. لذلك نقول لهذا الذي فوت على نفسه تلك الصلوات قلت أو كثرت فقد حرم أجرا كبيرا جدا، فلكي يعوض هذا الأجر مش عيد الصلاة واحد، إن كان يستطيع هذا التارك للصلاة أن يعيد الأيام التي أضاع فيها تلك الصلوات فليفعل، وهذا اسمه تعليق المحال. إذن ما دام لا يستطيع فعليه الآن أن يصلي صلوات مشروعة. ما هي الصلوات المشروعة؟ أن المحافظة قبل كل شيء على السنن الرواتب مع الفرائض، ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، 4 ركعات قبل العصر، ركعتين قبل المغرب، ركعتين بعد المغرب، 4 ركعات نفل قبل العشاء أو ركعتين وركعتين بعد العشاء، ثم عندك الوتر معك من ركعة إلى 11 ركعة. المحافظة على هذه السنن الرواتب قبل كل شيء، ثم إذا بارك الله له في الوقت وأعطاه قوة وصحة ونشاط يكثر من التطوع من النوافل غير دون. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وبهذا الحديث نخشو من مجلس أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في رواية وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، هل له من تطوع فتتم له به فريضته. هذا الإتمام يشمل الإتمام في الكم والإتمام في الكيف. الإتمام في الكم ضيع صلوات، إذن هو يعوض له بهذه الصلوات اللي بنقدر نسميها احتياطي. أو في الكيف
بكون الصلوات الفريضة لأداها في أوقاتها فيها نقص، يعني ما ينكتب له الأجر كاملا، كما أشار عليه السلام في الحديث المعروف إن الرجل ليصلي صلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها، بالكثير نصفها، وين نصف التانيين؟ ما في خبر كان يكمل النقص الذي وجد في الكيف أو ذاك النقص في الكام من هذه النوافل. هذه نصيحتنا لكل من كان ابتلي بترك الصلوات عامدة متعمدة. أخيرا قول الله خليه يفضل.